السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هم يمسكون بهواتفهم محملقين حول الشاشات وقد وهنت أرواحهم هم من اجتمعوا على هدف واحد أن ينشروا ما يريدون على المنصات المختلفة فهل ما يكتبونه لهم أم عليهم؟ وهل استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي ليتعارفوا كما جعلهم الله شعوباً وقبائل؟ أو أن هناك أمراً آخر؟ سؤال محير والإجابة صادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرف مواقع التواصل الاجتماعي بأنها منصات على الفضاء الإلكتروني الإنترنت. ومجموعة من التطبيقات تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع بعضهم البعض في تلك المواقع وقد اشتهرت تلك المواقع حتى أصبح لها دراسات عديدة لكن يبقى السؤال هل تلك المشاركات وذلك المحتوى مفيد ونافع أم غير ذلك؟ معنا ضيفنا الدائم معنا الدكتور محمد نوح القضاء أبو غياث حياك الله يا مرحبا سيدي التواصل الاجتماعي أصبح عالم آخر، عالم مع عالمنا. ودولة لوحده، مملكة لوحده، دستور لوحده. وسائل التواصل الاجتماعي الآن بوضعها الراهن، كيف يراها معالي الدكتور محمد نحو الخضار؟ أنا بشوف الآن واحد من أسباب تدمير القيم، تدمير الأسر. يا الله. انتشار الإشاعة. وإحنا عندنا بالشرع علاج لهذا الموضوع كله. احنا بالشرع الاسلامي عندنا قيم ثابته الحياه متغيره لكن قيمنا ثابته الغيبه محرمه ولو كانت بين اثنين في الصحراء كما هي محرمه على وسائل الفيسبوك والتواصل الاجتماعي كله يعني هذه القيمه لا تتغير بكيفيه استخدامها الاشاعه محرمه ولو كانت بطريق الكتابه كما هي محرمه على وسائل التواصل فنحن لدينا قيم ثابته قيمه الصدق قيمه الامانه الله ذكر هذا في القران الكريم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه اسال سؤال وقال ان الذين يشيعون ولا يحبون مجرد ان احب اشاعه الفاحشه كان شريكا معها ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره اليوم وسائل التواصل ما الذي ينتشر فيها هي سلاح ذو حدين إن استخدمناه في مباح فهي مباح نشرنا مقطعا دينيا نشرنا حتى البنشر مقاطع دينية أنا بدي أبلش فيهم اليوم يا أخي يوم الجمعة تلفونك لا يكاد يتوقف عن بطاقات كله كوبي بيس كوبي بيس كوبي بيس حتى هو الذي أرسلها والعلم عند الله ما قرأها وبعدين بيقول لك أم أستحلفك بالله أن ترسلها إلى عشرة من الذي يجيز لك أن تستحلفني بالله فوسائل التواصل الاجتماعي اليوم أحيانا في كثير من الأحيان تستخدم بطريقة خاطئة هذا موجود في الإشاعة في النميمة في الغيبة في الفضائح سيدي أكتب الآن أكتب الآن فضيحة شوف قديش يطلع لك خيارات السبب في ذلك أنه أشبعت الناس في قلوبهم محبة الفضائح هذا واحد الأمر الثاني بعض الناس يظن انه اذا علق على خبر انه هذا التعليق ما حد شافك، الله يراك هو قاعد وراء الجهاز ولا ماسك التليفون بايده وبيعلق على شيء، هذا ربنا يقول عنه ستكتب شهادتهم ويسالون ستكتب شهادتهم ويسالون بعض الدعاء احيانا بيكون منزل مقطع جميل وكذا فبتقرا بالتعليقات فتجد واحد كاتب له منافق من انت تشهد انه منافق؟ وكم من ثقة هززتها بهذه الكلمة فر... فرجفت قلوب الناس ان تستمع للحق الذي خرج منه، كيف تحكم على هذا الانسان؟ انت محاسب عند الله عز وجل، انت محاسب عند الله، وقد قال الله عز وجل ستكتب شهادتهم ويسالون. اليوم دول اطيح بها عن طريق الفيسبوك، دول اطيح بها حكومات اطيح بها، شائعات تنتشر، اشخاص قد احرقت سمعتهم عن طريق الفيسبوك وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. نحن أمة لها قيمها ولها تربيتها ولها آدابها لا نشارك في إشاعة لأن الإشاعة يطلقها جبان ويتداولها أحمق ويستفيد منها ذكي هي تركيب الإشاعة بالشكل الذي يطلق الإشاعة جبان اللي بتداولوها أغبياء واللي بيقطف الثمر واحد ذكي فأنا الآن بطلع بيجي واحد بيكون مش قادر يواجهك، لا يستطيع ان يواجهك وجها لوجه، ويقول وجه. لك يا استاذ محمد الجعبري انت فعلت وفعلت وفعلت، ما عنده، لانه لا يملك عليك اصلا لا امرا من قصد، ما مش عارف يمسكك، لانك ماشي دغري. فيطلق اشاعه من تحت لتحت. وبيقول محمد الجعبري بيصبح مش عارف وين، على سبيل المثال. فيبدا اجلكم الله جميعا الاغبياء يتناقلونها، ايه بيصبح، بيعمل 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 لا راوه. ولا سمعوه ولا خالطوه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أترى الشمس؟ قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع ولا بتكون شاهد زور شاهد زور فيبدأ الأغبياء يتداولون 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 فيخطفها ذكي بيجي واحد ذكي بعد ما انحرقت شخصيتك يقول أنا أصلح أن أكون مع كان محمد الجعبري هو هيك الإشاعات يطلقها جبان يتداولها أغبياء يستفيد منها أذكياء حتى فيما يطلق داخل الشعوب وداخل الدول بيبدأوا إشاعات بوسائل التواصل الاجتماعي العملة الفلانية راح تنزل راح تنزل راح تنزل إشاعة فيبدأ الناس يتداولونها فبيبدأ الناس يبيعوا ممتلكات فيقطفوا الأذكياء نحن أمة أوعى من هذا بكثير نحن أمة وضع الله لها قواعد يوما قال ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي أننا نرجع فيما يتداول داخل داخل مجتمعاتنا إلى أصحاب الخبرة والشأن. طيب دكتور، يعني العالم الافتراضي عالم فرض نفسه، يعني في كل بيت، في كل أسرة، نعم. في مع كل شخص، دكتور أنت كمثال لديك صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بك، وغيرك لديه صفحات التواصل الاجتماعي، وأخذت من وقت كل إنسان فينا. نظرتك أنا شايف فيها نوع من السوداوية والقسوة، لكن هي مثلها مثل أي عالم موجود في حياتنا مثل أي اختراع وجد في حياتنا لها إيجابياتها وسلبياتها إذا كان استخدامنا خطأ لها فهل هذا ذنبها؟ لا إحنا بنقول كالتالي كانوا سابقاً قليل الأدب يعرفوا أهله اليوم قليل الأدب كل العالم بيعرفوا كان سابقاً الجرم محصور بين الإنسان وأهله هم اللي يعرفوا أخوانه اليوم لا بقل الأدب على الفيسبوك بقل الأدب على الـ أنا لست ضد التواصل الاجتماعي ولا أي وسيلة محدثة أنا ضد أن ندمر القيم التي تحكمنا في التواصل الاجتماعي وفي الحياة الحقيقية أنا ضد أنا ضد أن يكون تقييم الإنسان من خلال وسائل التواصل عنده ملايين وعنده معجبين ومور. آه لأنه هذا وسائل التواصل تقيم الإنسان أحيانا بأشياء ليست فيه يعني بكتب عليه مثلا خاصة فيما يتعلق بالشتائم يشتم ويسب الى غير ذلك، كثير من الدعاه كثير من الدعاه اسهل اسلوب لتحطيم وسائل التواصل الاجتماعي. بيكون حاط مقطع من اجمل ما يكون، بيكون حاط موعظه، بيكون عامل يعني يريد ان ينشر دعوه الله عز وجل. اقرا التعليقات اللي تحت. انت من تجار الدين، انت من عباد الدنيا، انت وانت وانت وانت،, وأنت. لماذا؟ انا عندي قاعده في الحياه في هذه المساله. اذا اعجبك المنشور فطبقه. إذا لم يعجبك اتركه. ما في داعي أن تشتم صاحبه. ما في داعي أن تسيء الآخرين. أنا إن وجدت منشوراً إن أعجبني فطبقته مأجور، واللي كتب لي يا مأجور. وإذا ما علقت برضو ما فيش مشكلة أنا في في الجانب السليم. طيب مجرد أن أعلق أصبحت أمام الله مسؤولاً. مسؤول وشاهد. وشاهد. طيب دكتور، يعني في واقعنا هل تعتقد أو ترى أن وسائل التواصل الاجتماعي ما خلت مستور ما خلت طابق عليه ستر خلت بيوتنا معراء أنا أعتقد اعتقادا جازما أن بعض الأسر دمرت من التواصل الاجتماعي والسبب دمرت. في ذلك سبب في ذلك الحسد كل ما قاعد وحط صحن أكل بيصوروه وبيبعثوا ويصوروه يا أخواني وخواتي المشاهدين الكرام بعض الناس عيونهم فارغة وبعض الناس قليل المال وبعض الناس قليل اليقين وبعض الناس قليل في الدين وناس بعض الناس قليل الحياه مختلطه انا عندما اتصور انا واسرتي وعائلتي ونحن فرحانين ومبسوطين راكبين في البحر او جالسين في الربيع او مش عارف وين رايحين هذا الشيء قد يحرق قلوبا وقد قال عليه الصلاه والسلام العين حق العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر العين حق يا الله. كل ما حطوا صحن حمص وفلافل بيصوروه وبينزلوه سناب شات ومش عارف مين هذا بعض اللصوص اليوم يراقبون صفحات التواصل التواصل اول ما العيله تسافر تنزل هي صوره احنا في المكان الفلاني يعني البيت فاضي وسائل الامن اليوم تنشر انه لا تتحدث عن اجازتك لا تتحدث عن مواعيدك لأنه هذا بيزيد نسبة الجرائم المتعلقة بالسرقات اليوم يا سيدي الكريم مع الظروف الناس عايشيتها وليس هنالك ارتباط ما بين الفقر وإصابة العين مطلقًا قد يكون غني يصيب العين ولكن إصابة العين مرتبطة بالفرحة مرتبطة بالفرحة آه نشر والمداومة على نشر آه آه قضايا الاجتماعية والصور والطعام والشراب هذا انذر حذر منه النبي عليه الصلاه والسلام والله يا دكتور حذر آه. منه النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه الصلاه والسلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لا يؤذي احدكم جاره بقتار قدره برائحه الطعام، شحال لما نشوفه لا يؤذي احدكم جاره بقتار قدره الا ان يغرف له منها طعميه طعمي. فلما تروح منزل لي صوره انت بتاكل قاعد بتاكل كرش طبيعي يا الناس يعني مثلا لما قال لك النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه بمعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الخادم إذا جاء بالطعام فاجعل له منها نص الحديث أو أصابه الله بمرض لا شفاء منه إذا الخادم جاب الطعام وما, وما منه, منه ونفسه فيه يصيب الآكل مرض لا شفاء منه فاحنا بنحط أكلنا وشربنا على الفيسبوكات وعلى كذا، طب ما هو في إنسان اشتهى هذا الطعام، كيف يبارك لنا فيه؟ يعني موضوع موضوع مصلحتي قبل ما يكون مصلحة الناس. مفهوم يا دكتور. آه هذا هذا يجب مراعاته. طيب دكتور يعني وسائل التواصل لها إيجابيات، يعني قطعاً. في إيجابيات خلينا نقول كبيرة. طبعا، قطعا، قطعا. قطعاً. آه وأعتقد إنه يمكن الخلل في تربيتنا، الخلل في تعاملنا، الخلل في في نسبة التعامل مع نعم. هذا الشيء. نعم. نعم وسائل التواصل الاجتماعي اليوم لو يعني انا يعجبني اليوم الشباب اللي اللي عندهم حملات اللي التعريف بالنبي عليه الصلاه والسلام بيعملوا تعريف بالنبي صلى الله بعده لغات ويبدؤون بنشره حول العالم هذا رائع انا اقول هذا جهاد الكلمه لان الجهاد هو ان تبذل جهدك في سبيل اعلاء كلمه الله هذا رائع جدا عندما تكون هنالك اليوم مواقع كل وسائل التواصل الاجتماعي التي تعنى بنشر عداله الاسلام وقضايا المسلمين، قضايا المسلمين، نحن لدينا قضية ما زالت موجودة وحية في قلوبنا وهي قضية فلسطين والأقصى والقدس، هذه قضية حاضرة في أذهاننا، عندما يساهم شبابنا اليوم في في فضح سلطات الاحتلال ماذا تفعل ويثبتون بعضهم بعض فيما يفعل ال الاهل أهل فلسطين الطيبة وثباتهم في أرضهم والمقدسيون والمصلون في المسجد الأقصى ما يفعلونه اليوم من نشر صور للمسلمين في مكة في المدينة المنورة في المسجد الأقصى في مساجدنا في تحفيظ القرآن هذا رائع جدا هذا جانب إيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي وهو, وهو الأصل أن يكون هكذا لأنه تربية المسلم لكن أتحدث عن الطرف الآخر الذي يهدم ويشتم ويشيع ويغتاب وإلى آخره طيب دكتور ما هي الأسرة يعني إحنا نجي نطلع في بيتنا أي بيت عربي أي بيت مسلم أي بيت في العالم تدخل بتلاقي العيلة الخمسة ستة قاعدين جنب بعض كل واحد جواله معه كل واحد تليفونه معه كل واحد فاتح له موقع من المواقع اللي اللي مهتم فيها وبالنهاية بغض النظر المحتوى صح ولا خطأ نعم أوجدنا أسرة متفككة في داخل البيت هذا صح وأوجدنا مشكلة أنه تتفاجئ أنه ابنك كبر فجأة قدامك كبر لحاله بنتك كبرت لحال اليوم آه الأسر آه إلا ما رحم ربي ليس بينها حوار. صحيح. اليوم صحيح اليوم الأب ما في حوار مع ابنه، ولذلك بقول لك المجالس مدارس. المجالس مدارس. لما كان جيل يرافق الأب وجيل من البنات ترافق الأم أنشأنا جيلاً يقتبس الرجولة وهو ما زال في طفولته. اليوم لا. اليوم تجد وصل إلى مرحلة أن يكون مديراً وما بين حل مشكلة بين موظفين اثنين. السبب ما عنده المهاره الحياتيه. السبب في عدم وجود المهاره الحياتيه انه هو منشغل فقط بهالجهاز الالكتروني. انا ادعو كل اب وكل ام ان يفرغ ولو ساعه من النهار لمجالسه اولاده. انا ادعو كل ام ان تفرغ ولو ساعه من النهار لمجالسه بناتها والحديث عن الحياه. وانا اعزو ان أو, او او اقول ان واحدا من اسباب ارتفاع نسب الطلاق عندنا في البلدان عدم مقدرتنا على التعامل الطرفين مع مع بعضهم البعض لانه ما تعود على حياه اجتماعيه وشو معنى زوج وشو معنى زوجه وشو معنى اخ وشو معنى اخت ما تعود هو طول النهار في في وسائل التواصل دكتور في واقعنا الان بنعيش ماساه حقيقيه وهي ماساه انه الابناء في سن المبكره من عمرهم في بدايه اعمارهم خلاص بيتكلم مع زيد وعبيد هو لا يعرف مين زيد ولا عبيد معم. شاب مع بنت وبنت مع شاب وفجاه صور البنت راحت عند الشاب وفجأة الشاب هكر جهاز البنت وقضايا شرف وقضايا استغلال وقضايا فيها كثير من كسر الحياء والعلاقات الأسرية السليمة بين الناس يعني وصلنا لمرحلة يا دكتور أنه إحنا أعراض الناس مستباحة مستباحة صارت نعم. نعم وأنا بس أحكي معلومة علمية كل جهاز شبك على الواي فاي سلب ما فيه انتهى انتهى، هو اصبح يعيش في صندوق من الزجاج، مكشوف امام الكل. احنا الذي يضبط هذا كله مشاكلنا هي كلها امر واحد ان نغرس في اذهان اولادنا وبناتنا الله يراك. يعني لو يجي الاب او الام اليوم يقول لابنه لأ بدي اياك تردد خمس مرات كل يوم هالجمله الله يراني، الله يراني، الله يراني، الله يراني، الله يراني،, الله يراني حتى تغرس في ذهنه. لا يوجد شيء يستطيع ان يسيطر على الانسان اذا انفرد وحده الا خشيه الله آه بس او محبته مع الله هي التي يسيطر الذي يسيطر على الانسان فقط ان يعلم ان الله يراقبه ما عدا عن ذلك لا يمكن ولذلك اليوم الجرائم الالكترونيه وانتشار الصور والفضائح الى غير ذلك هذا كله واقع في عذاب الله اللي تكلم عنه سبحانه وتعالى يوم الايام إجا واحد عند سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه فقال له انه رايت فلان على الفاحش نسال الله العفو والعافيه وراد سيدنا عمر ان يطبق الـ الـ الحد فسيدنا عمر كان بيده الدره الدره عباره عن حبل يعني لا تؤلم ولكن يعني تنبه فضربه بالدب بالدره وقال له ابي هذا جئت تبشرني انت جاي تقول لي فلان غلط انما كان يكفيك ان تخلع رداءك ثم تستره ليش تنشر الفاحشه ليش تحكي اليوم الفضائح تنتشر هذا الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن قال ورأيت أقواما تقرض ألسنتهم بمقارض من حديد يا الله كلما قرضت عادت كما كانت يقص بمقصات الحديد كل من قص لسانه برجع كما كان يقص ويقص ويقص, ويقص إلى قيام الساعة فرأيت أقواما تقرض ألسنتهم بمقارض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت فقلت من هؤلاء يا أخي يا جبريل قال هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق اليوم على واتس أب تقدر تنشر أي إشاعة في الكون في لحظات وهذا داخل في تحذير النبي عليه يعني الصلاة والسلام إحنا لا يضبطنا إلا القيم ولا يمكن أن, 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 يعني يكبح جماح حب الفاحشة إلا وجود القيم بدي أخذك نموذج دكتور وإنت معاليك يعني لديك وسائل تواصل اجتماعي ما هي أهم إيجابيات تعاملك معها وأهم السلبيات أو أكثر السلبيات اللي أزعجتك في التعامل في معها أهم إيجابية أنك تستطيع أن تنشر فكرك عن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي تستطيع أن تنشر الفكر وفضل الله عز وجل له استجابة إن عندما تنشر فكرا وتنشر فكرة وتوصي الناس بعمل خير ويهب الناس المساعدة أو, أو يشاركك الناس في في عبادة هذا من أروع ما تكون يعني يصبح لديك وسيلة تواصل مع الناس بحيث تجمع قلوبهم على شيء هذا من أهم ما يكون الذي يزعج في وسائل التواصل الاجتماعي عندما يسخف الناس فكرة حسدا أو يسخف رأيك غرورا هذه الأفكار يعني المزعج في وسائل التواصل الاجتماعي عندما يأتيك إنسان يقول لك أنت تاجر دين كيف تاجر دين؟ مجرد انه اختلف معك في الراي لا مجرد اختلاف عندما يقول لك انت من شيوخ السلطان وانت من شيوخ مين؟ يعني يعني كيف شو يعني يطلق مصطلحات هو لا يعرف معناها والسبب في ذلك السبب في ذلك عندما يعرف الانسان قيمته قيمه نفسه يعني ينجرح صحيح فانا مباشره احيانا اذا قرات مثل هذه الكلمات فورا يخطر في بالي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أقول صلى الله وسلم إذا أنا العبد الفقير ومع ذلك تأثرت فما بالك بالنبي إذ قالوا عنه مجنون وقالوا عنه مسحور وقالوا عنه كاهن فسبحان الله يعني أستشعر في من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام ما شاء الله عليك دكتور ربنا يهدينا ويهديهم وسائل التواصل الآن يا دكتور غيرت حكومات غيرت دول نعم أحدثت أه تسارع في الزمن غير طبيعي يعني لدرجة أنه الولد أبو ثلاث سنين أربع سنين أبو سنتين بيفتح الموبايل وبيعلمك أنت اللي عمرك خمسين سنة بقول لك بابا هذا هيك ويسوي لك إياه هل تعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي هذه يا دكتور ستكون طفرة الأمم وستحدث تغييرات أسرع مما نتوقعه الآن ونعيشه؟ وسائل التواصل الاجتماعي الآن مشكلة الحكومات مشكلة الحكومات أحياناً لأن متأخرة فكريا لا تلتفت إلى ما يكتب عليها أنا أقول سابقا كان هناك تنظيمات سرية هلا ما في اليوم التنظيمات علنية وما زالت بعض الحكومات تفكر التفكير القديم لسنة الستينات بدور على التنظيمات السرية ما هو قدامك هي مكتوب اليوم من محاسن وسائل التواصل الاجتماعي أنها أصبحت مقياس مؤشر مؤشر ولو كان هذا المقياس غير دقيق لكنه مؤشر مؤشر على الراي العام الذي يسود مقياس للحكومات ان تعرف وين مناطق الفقر وين مناطق الضغط ايش توجه الشباب ايش الذي يزعجهم ايش الذي يرضيهم اين اهتماماتهم نحن اليوم يجب ان نستغل هذه الوسائل نستخدم هذه الوسائل بما يعود على على شعوبنا بالنفع ختاما دكتور لو الدكتور محمد نوح القضاء في بيته لو الدكتور محمد نوح القضاء بين اولاده ما هي الطريقة المثلى التي يراها ويحاول أن يطبقها في قضية التعامل بوسائل التواصل الاجتماعي كأسرة وراح أعلمه كلمة واحدة بس ما آية من القرآن الكريم راح أقول له واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الله شايفه شكرا ما عليك الله. الله يعطيك العافية سفينه تبحر في بحر متلاطم الامواج سفينه قد تاخذك الى بر الامان حيث الشاطئ الامن او تعصف بك بامواج الخطا والهفوات موجه من وراء موجه وعليك ان تختار الى اين ستصل بسفينتك دمتم بخير